بالنسبة للعيد الغدير مو بس، إنما هو القانون يتطلب قراءة أولى وقراءة ثانية وبعد ذلك تعديل وثم التصويت. هذا يعني ضمن الصياغات القانونية الموجودة، هناك تعديل أصبح لهذا الموضوع. أما من حيث الاتفاق ومن حيث الشياع وإجماع كافة النواب يجب أن يمرر هذا القانون، وهناك اتفاق كذلك على هذا الشيء. أما فيما يخص القوانين الأخرى، قانون الأخوة في القوات الأمنية وبالتحديد الأمن الوطني تم إكماله، وكذلك هناك القانون التعليمي العالي، هناك بعض الملاحظات اللي كانت على هذا القانون، وبالنتيجة المقبلين كذلك على قوانين أخرى بغرض إكمالها خلال الجلسات الأخرى بعد أن تم إكمالها ورفعها من اللجان المختصة المعنية.